السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وجمعة مباركة. أنا سوف أقوم مباشرة بعد هذا التسجيل بوضع إحدى الفيديوهات اللي فيها صورة من صور القرآن الكريم. طبعا دائما أعتذر من الأمهات والآباء وحتى المختصين أو الناس اللي تابعوا القناة من غير ديانة الإسلام، فنحن هنا نعالج أمرا بطريقة علمية، ونريد أن نبين الكثير من الحجج والبراهين فقط. نحن لا ننقص من شأن أي دين مهما كان. أهم شيء أرجو منكم الدخول إلى الفيديو والاستماع إلى السورة القرآنية. وطبعا أنا الحين يعني سوف أفسر وجهة نظري من هذه الآية. أنا لست مفتية ولست داعية، أنا فقط أقوم بالشرح بطريقة علمية أن هذه السورة لمست ما في عقلي من معلومات، وسبحان الله العظيم هي فعلا تتكلم، على حسب رأيي تتكلم عن الموضوع الذي يعني قاعدة أنا من سنوات أحاول أقنع الناس به. طبعا أنا لا آتي بشيء من عندي، كل المعلومات التي قدمتها منذ إنشاء القناة إلى هذه اللحظة معلومات علمية، أبحاث، دراسات، كتب، مقالات، وجهات نظر لعلماء، لا يعني أنا لم آتي بشيء من عندي، أنا فقط استعملت هذه المعلومات من أجل أن أوصل الفكرة ومن أجل أن أثبت الفكرة. السورة هي سورة الرحمن، يعني فيها العديد من الآيات تتكلم عن ما نحن قاعدين نحاول نقنع به الناس. السورة تقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. برأيي أنه الإنسان الله سبحانه وتعالى خلق له ميكانيزمات في دماغه تخليه يتعلم ويكتسب وينمو، مو انت اللي تعلم هذا الطفل، لانك لو حاولت تعليم الطفل بغير يعني الطريقة اللي خلقه الله عليها حتبوظ يعني برمجة الدماغ، وهذا اللي حصل مع الاطفال للأسف الشديد اللي وضعوا امام التلفزيون، فالتلفزيون لم يقدم لهم الاشياء اللي خلقها الله سبحانه وتعالى، فالدماغ تخربطت برمجته. يعني الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. الله سبحانه وتعالى خلق لنا ميكانيزمات في دماغنا، وهو موفر لنا كل شيء في الدنيا عشان تتطور هذه الميكانيزمات. فالأم والأب والمربين ما هم إلا أشخاص يتفاعلون مع الطفل ويستانسون، والطفل لحاله يتعلم البيان. بعدين يقول الله سبحانه وتعالى: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان. يعني أنا لما درست علم النفس، النمو علم النفس المعرفي، كيفية تطور الدماغ من الناحية العصبية، وجدت أنه الإنسان يملأ قشرته الدماغية بعد الولادة عن طريق معلومات. احنا قلنا انه يفوت على مرحلة انه يتعلق بالام، بعدين يكتشف الذات، بعدين يكتشف العالم. يعني منذ الولادة الطفل يكتسب احجام، اشكال، اذواق، روائح، مسافات. مسافتنا احنا والنجوم غير مسافتنا احنا
يعني وهي الطاولة اللي أنا قاعدة مقابلتها بعيدة عني تقريبا 1.5 متر، مسافة الشمس مع هذا الإنسان، المسافات يعني بمختلف مفاهيمها، هناك أعماق، هناك ارتفاعات، هناك مسافة تبعد عني يمينا ويسارا، توجه فضائي في هذا المحيط، يعني كل هذه تمثل أوبشن يعني في الذكاء، يعني كل واحدة منها تمثل أوبشن في الذكاء، يعني الذكاء كلها على بعضه. لما نقول هذا الطفل طبيعي وذكي، إنه براسه داخل مسجل مسافات، أحجام، أشكال، روائح، أذواق، اتجاهات، أعماق، ارتفاعات، يعني ملايين المعلومات القادمة من المحيط. فالله سبحانه وتعالى يقول: الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضعها ووضع الميزان. يعني الله وازن كل شيء، إنه كل شيء في المحيط عنده أهمية بالنسبة للدماغ. ألا تطغوا في الميزان. اللي ظن إنه لما يلغي كل هالأشياء اللي الله وازنها ويحط ابنه قدام تلفزيون فيه مسافات وأحجام مزيفة وما فيه نص المعلومات اللي لازم تتسجل في الدماغ من روائح، ما في هذا التلفزيون. ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. الناس اللي حطت أولادها قدام التلفزيون والناس اللي قاعدة تدرب هذا الطفل بالاي بي اي خسروا الميزان، فما عرفوا يتعاملوا مع هذا الإنسان. في الآية اللي بعد هاي: والأرض وضعها للأنام. ربي سخر الأرض لجميع البشر، فأنت ليش حارم هذا الولد من هذه الأرض ومخليه مسجون في الشاشة، بعدين تقول هو غير طبيعي. فيها فاكهة ونخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان. انتوا قاعدين تكذبوا مين ولا مين؟ الله سبحانه وتعالى خالق فيها فاكهة يعني خالق فيها روائح، أذواق، مسافات، أحجام. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار. أنا بعتقد أنه الله سبحانه وتعالى والله هو العالم، أنا بس هاي اجتهاد من عندي. لما يذكر أنه خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من النار، فهو يقصد أنه هذا الإنسان له طبيعة معينة يكتسب بيها المحسوسات اللي في العالم ويطور دماغه ويكتسب الذكاء. هو عنده طبيعة خاصة. فأنت لو يعني لو ابتعدت عن هذه الطبيعة، الطفل سوف يضطرب ويقول في كل يعني بعد كل معلومة يقول: فبأي آلاء ربكما تكذبان. انتوا قاعدين تكذبوا في شنو؟ فيعني انا ححط لكم الفيديو اللي فيه الصورة، استمعوا اليها جيدا وابدأوا تحللوا المعلومات براسكم. الله سبحانه وتعالى عطينا هذا القرآن لإلنا كبشر. طبعا أعيد وأكرر، أنا أحترم كل الديانات، أنا لأني مسلمة ولأني يعني قمت ببحثي دورت بكل المجالات، فدورت كمان في القرآن. يعني كوني مسلمة مع احترامي لجميع الأديان والأطياف يعني أنا ما يهمني أني يعني أكون داعية أو أي شيء، أنا أهم شيء أجد الحجة والبرهان.